السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا مشكل في بعض الاخوة يسألوا منهم الشيخ السيد هذا اللي باش نعمل فيديو على خاطره، يسألوا على مشكل الاربيام. الاربيام طالع نازل في المحركات هذه نتاع اللي فيها كارباتير سيمي انجكسيون. لازم نفهموا حاجه، الكارباتير هذا سيمي انجكسيون اللي هو نصف كهربائي، هذا فيها ستارتر اوتوماتيك وفيها بخاخ وفيها هذه ريجيلاتير نتاع الاكسيلاتير، يعني ثلاث حالات فيه. النوعيه هذه بالذات هي والانجكسيون يعني هي نصف كهربائي نصف هذا بخاخ واحد، وفي الاخرين في مبدا اربع بخاخات سته ثمانيه اللي هو هذوما الكربترات هذوما يعتمدوا بالذات على الحراره والكمبيوتر، على الحساسات نتاع المحرك والكمبيوتر والحراره نتاع المحرك. هذا الكربتر هذا بالذات يعني اللي هو كهربائي او نصف كهربائي او انجكشن راهو يعتمد اعتماد كلي على الحراره. علاش يعتمد كلي على الحراره؟ لان الستارتر اوتوماتيك نتاعو يمشي بالحراره، هذا الستارتر اوتوماتيك يسموه احنا، هذا اللي هو باش يعدل الار بي ام السياره واقفه ويعدل والسياره بارده يطلع لها في الار بي ام باش لين تسخن، من تسخن ينزل، يعني يولي الموتور ستابل، يولي موتور حاله الخمول، يعني مش يعني لا يبدا طالع نازل لا يبدا يزيد ينقص في هو واقف، لا ديما تلقاه يعني موتور مرتاح يمشي حوالي 8900 درة في الدقيقة وهو واقف. الستارتر اوتوماتيك هو اللي يتحكم في العملية هذه نتاع الار بي ام اللي هو هذا يسموه احنا الستارتر اوتوماتيك. هذه القطعة هذه موجودة في جميع انواع السيارات، سواء بالفراشة سواء بالنص كهربائي، سواء تلقاها اما من نوع تلقاها اللي متتفك وتنظف، وفما من نوع اللي هي منها فيها ما تتفكش، هذيك يعني قالب واحد، اما هذه مثلا تتفك. هذه باش تخدم مضبوط يلزمها تكون الحراره في المحرك 92 92 اقل شيء 92 تخدم، هذه تولي تخدم مرتاحه. لو الحراره نزلت تحت 92 في النوعيه هذه راهو زايد، من غير ما تحاول راهو مش ممكن الار بي ام اللي هو باش يقعد لك راكح، يا يطلع يا ينزل يا طالع نازل، لان هنا هي هذه اثنين، هي عن طريق الحساسات اللي عندها في المحرك، حساسات الحراره وحساس الكرانك وحساس كله، يعني يجتمعوا كلهم في قراءه كل الحساسات واعطاء الامر للكمبيوتر نتاع السياره. علاش؟ لان باش يخدم خدمتهم. هذا ياخذ الاشاره من الكمبيوتر ان المحرك بارد، يعني لازم يدور زياده وهو بارد، هذا هو برد يطلع في الار بي ام، يعني يكون المحرك يجيه الاشاره عن طريق حساس الحراره للكمبيوتر للحساس هذايا نتاع تعديل الستارتر اوتوماتيك انا نسموه. هذا وقت يبدا المحرك برد الكمبيوتر يقول للقطعة هذه راهو محرك برد، لان جاته الاشاره من الحساس نتاع الحراره من الكابتير نتاع التمبيراتير، جاته الحساس نتاع الحراره ان هو المحرك برد. مجرد ما يدخل المحرك يعطي الاشاره للكمبيوتر يقول له راه المحرك سخون، يعطي الكمبيوتر الاشاره للقطعه هذه يقول لها المحرك توا ساخن، ما فيش داعي انك انت تطلع الار بي ام، خلي الار بي ام عادي اللي هو 850 900 درجه في الدقيقه. هذا شنو اللي يصير فيه احيانا؟ يا احيانا يا اما عنده مشكله مع الحراره مع المحرك، يا احيانا هو يكون موسخ. هذا باش نوريك كيفاش نحلوه وننظفوا، ساهل ما في شيء، فيه زوز بيسات زوز براغي هذوما، اثنين براغي هذوما نحلوهم، مفتاح هذايا اتوال يسموها هنا، يعني يسموها نجمة داوود نجمة اسرائيل، هذه بستة نحلوها، طبعا هو عندك انت في السيارة باش تنحي الخيط هذايا لابد تاخذ الفوق وتنحيه، اما انا عندي تو منحي من السيارة. شنو اللي فيه؟ فيه القطعة هذه، شفتوها؟ القطعة هذه، هذه هي الرأس اللي به الفائدة اللي هو هذا اللي هو
يعني يدخل في مكان حفرة في وسط الواحد يطلع يسد المكان اللي مش ميخليش الهواء يتسرب، ووقت يبدأ في المحرك ساخن ويرجع شوية وقت يكون المحرك بارد. هذه القطعة هذه تبدأ مسخ، هذه شنو نديروا احنا ننظفوها، هذه كننظفوها طبعا انا ننظفها تو هكا عادي باش يعني نوريكم يعني. اما تقدر تغسلها بالك المنظف، تقدر تغسلها بالبنزين، ما فيش حتى مشكلة، مسيل حتى شيء تخافش منها. هذه وننظفوا مكانها اللي هو هذا المكان، هذا المكان هذا لازم ينضاف، هذا نحطوا فيه حاجه يعني اللي هي وننظفوا باش الهواء ما عادش يتسرب من الاوساخ اللي موجوده اللي هي في ننظفوا هذا يعني من داخل ونشوف الاوساخ اللي تبدا فيه. هذه خطه وانا مش ننظف على خاطر هذا تعليمي فقط، مش ننظف. هذه اذا كان يبدا فيها اوساخ هنا في الراس تخلي الهواء يتسرب للمكان دخول الهواء نتاع الكربيتير ويزيد في سرعة المحرك في الار بي ام. هذا علاش تبدا هذه زي ما تتنظف منيح، وهذه مكانها تتنظف وترجع في مكانها. اذا كان يبقى نفس المشكل عندك، يبقى عندك مشكله في الحراره او في مكان اخر في حساس الحراره، احيانا يبدا حساس الحراره تبدا الحراره 92 لكن هو ماهوش معدل يعني ماهوش قاعد يعطي معلومات صحيحه. هذا الكرف اتر ما فيه شيء، يتفك حتى على جزئين الموديل هذا، فيه زوز براغ هيك فيه شيء زوز بنات تفكهم وتاخذ اشتر كل اشتر واحد، وتقدر تاخذ كل اشتر واحد هذا تاخذ نصفين. هذا البخاخ ما فيش داعي انك تحل تنظفه لان ما عنده حتى شيء، ما عنده حتى دخل بالعمليه ولا حتى هنا ما عنده دخل بالعمليه، ديما نظيفه ديما المشكله نظيفه. هنا هو عباره على نصفين، هو تقدر تنظف هذا كل هذه ما تفكهاش، ردبك تفكهاش ما تفك الا هذا وتنظف، وتنظف اللي هو الفرق اللي هي كور بابيون اللي هي الحل هذه نتاع الفرش، هذه تقدر تنظفها، تنظف مكانها، تنظف مكانها هنا من فوق، وتنظف القطعه هذه، ان باقي كله ما عندكش دخل به، مش داعي ما فيش داعي باش تمسها، لان هذه لو مسيتها فيه هنا جوان توريك فيه طرف كاوتش، لو يفلت منك يولي طول البنزينه تبخ على طول وتاكل بنزينه والسياره تولي تدخن وتدخل بعض. ولهذا ما عندك في الكربيتير هذا الا القطعه هذه، تفكها وتنظفها وترجعها. واذا كان فما تسرب هواء ولا كذا زاد نفس الشيء، يكون سبب في زيادة يزيد الار بي ام. هو شنو الار بي ام علاش يطلع؟ لان فما تسرب هواء غير طبيعي داخل المحرك، يقدر يكون من واحده من هذونا، تلقاتون من الجوان يعني من الفاصل بين الكربيتير واحد، تلقى يكون مثلا في مكان معين في جوان معين، هذاك اللي يخلي المحرك يعمل يعني يبدا الار بي ام مش راكح، يعني ماهوش ستابل ماهوش قاعد في مكان بالضبط، هو دخول الهواء، لان هذا يدخل الهواء من هنا هو اللي يفسد الار بي ام نتاع المحرك. هذه الحاجات اللي ممكن يقدر يعملها باش يرتاح من مشكله الار بي ام، وان شاء الله تكون العمليه صحيحه. واللي عنده ديما مشكله ماذا بك يعطينا فيديو طويل شوي يوضح لنا المشكله بالضبط، مش كلمتين قص يوضح لنا المشكله بالضبط، ورينا شنو بالضبط، واحنا بنحاول نعاونه ان شاء الله ربي يعاوننا جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.